انا من ولدي في التحضيري، وانا كل عام من اوله لاخره نكون بيرتربي ونستنى الصيف وقتاش يجي، ومن اواخر اوت نبدا انا على اعصابي خاطر عارفه اني سبتمبر قرب، خايفه نخاف من برشا حاجات، نخاف من شنيا باش يستناني. انا المعلم هذاك وصلت فسرت له كلمه، انا صحيح من اول عام كل معلم نهزو رابور ميديكال مكتوب ونحكي له هاكا شنو يلزم هاو شنو يلزم هاو شنو يلزم، اما واحد على الف نلقاه يفهم. ادماج البنيه في مدرسه، يعني الدوسيه نتاع الادماج تخدم، يعني البروسيس في حد ذاته نتاع الادماج تخدم، يلزمك تخرج له بطاقه اعاقه، يلزم يتعدى على اللجنه، يلزم البسيكولوج يحكم عليه يتدمج ولا لا، معناها ما فماش الخدمه عليها على عام كامل باش نعملوا له ان دوسي فريمون تقبل ولا لا، اللجنه تشوفه نهار ساعه اللي هو تحكم عليه. يعني الصغار هذوما معروفين اللي هم ينجم في النهار هذاك باش تهزه باش يقابل ام سيكولوج في الطب المدرسي، يعني بسيكولوج هذاك مضطرب صغير اول كونتاكت صار معاه ينجم يعطيه اون فيرسيون ماهيش باهيه، يحكم عليه يقول لك راهو معناها الصغير هذا مضطرب برشا وينجم يشوش في القسم وينجم يدمرش. اي ولي ولا وليه من اللي يبدا معناها يغزر الصغير وقدامه يبدا يستنى في اللحظه باش يدخل فيها يقرا. اليوم تجي تلقى اذا ولدك عنده طيف توحد، اذا ولدك عنده صعوبات تعلم، اذا ولدك عنده اي نوع من انواع الاعاقات حب كانت بصريه او سمعيه او حركيه، معناها يكفي انه يكون مختلف على الاخرين مهما كانت درجه الاختلاف، تولي مساله العوده المدرسيه حاجز كبير. احنا كاولياء ماذا بينا صغارنا يندمجوا ووزير التربيه سيبور والكل، اما اش عملوا لهم؟ شنو هيقول لهم؟ صغار رموهم في غابه، رموهم في بحر وقالوا لهم عوموا، قسم يقول لك الصغير عليه خمسه صغار ينقصوا. بليتو في نحكي لك اكزومبل مدرستنا، الصغير زادوا عليه 20 صغير، انا يعني مثلا ولدي قسم في 42 تلميذ، ومع الكام تاع ولدي اللي هو عنده صعوبه التعلم نظر ان هو عنده يعني نقص السمع وعنده بالطبيعه المخلفات تاع نقص السمع اللي هو البرتورباسيون في النفسيه في اللونغ في كل شيء، تلقى معاه صغير اخر عنده توحد، ومع الصغير هذاك فما 40 صغير اخر، يعني مع الزود هذوكم 40 المعلمين فماش حتى نوع من رسكله، يعني من ان هما متكونين فماش باش نلوم على المعلم. اي نعم نلوم عليه في حاجات في كوتي انسانيه فما ناقصين، اما زاد ما نلوم عليه برشا في وسط الضغوطات تاع قسم اربي، هو كان كل واحد باش يحرك رتابته ديجا تولي فوضى. يعني هو يراه في البيت يشوف فيها تاب ماهوش منه ما نعطيهش الصفر، يعني نلقى له الطريقه شنو هي ونتحملوه كبارون كمعلم كمدير كمتفقد، نتحملوه ونحاولوا نحسنوا له، في عود باش يكتب لي التاء بالكتيبه ينجم يوصلها بالصلصال يكتبها لي صفا بالنسبه لي، نوصلوا للمرحله هذه. المرحله الاخرى اذا كان الصغيرات هذوما ادمجوا في المدارس ولقاو برشا صعوبات في القرايه وفي التعليم، يعني لابرونتيساج الى ابخي المبادئ، يكون هو عنده هوايه باهيه بالكتاء، علاش ما نعملوش معناها لونكادرومون والفورماسيون باش يوصل يولي فاعل. كان نشوفوا معناها ترسانة القوانين المحطوطة اللي تحكي على الإدماج واللي تحكي على حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي طيف التوحد، معناها تقول جنة وفيها بريكيجي، هذه الكلمة ما نقولها معناها فماش تعبير آخر، نجيو للواقع وللتطبيق. أي سيدي أساسا احنا برشا فينا حابسين في الإدماج، الإدماج لو كان أنا باش نقول انتغراسيون فعبارة أنا جبت أنا انترو هو ديجا ما يركبش على المجموعة هذيك، وأنا باش ندخله بالسيف باش نفرضه فرضا، وهذا اللي قاعد صاير، أنك تجيب صغير عنده سبيسيفيسيتي معينة وتدخله المعلمة ولا المعلم في وسط كلاس من غير ما تهيئ ظروف المناسبة ليه، هذا اللي قاعد صاير. دونك نجي نلقى مدرسة ما فيها حتى مختص لا في النطق لا في التربية المختصة لا في الأمور الحركية والعلاج الوظيفي لا بسيكولوج لا حتى شيء، وتجيب الصغيرة ذاك وتقول للمعلمة طبق القانون.